ومن الرياض يسرنا أن يكون معنا المحلل السياسي الدكتور غنام المريخي للحديث بشكل أوسع عن تواصل التجاوزات الحوثية. مساء الخير دكتور غنام. أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور غنام، رغم التحذيرات الدولية تواصل ميليشيا الحوثي استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين دون رادع، ما مبرر ذلك والأسباب برأيك؟ اهلا وسهلا سعيد بانضمام لكم. بدايه لابد ان نقرر الامر مهم جدا، وان استهداف هذه المنشات والاعيان المدنيه المحميه بموجب القانون الدولي والانساني مع اعتراف الحوثي وتحمل المسؤوليه الكامله يرقى الى جريمه حرب. هذه جريمه حرب، جريمه دوليه، لان المواثيق الدوليه تجرم الهجوم على اهداف مدنيه وخصوصا مطارات او موانئ او هذه المنشات المدنيه. الماده الثامنه من المواد الجنائيه الدوليه في قواعد عام 1977 تنص تحديدا على عدم استهداف أي منشآت مدنية، وعند استهدافها فهذا بالتالي جريمة حرب. طبعا هذه الطائرات تأثيرها معنوي أكثر من مادي، فهي طائرات صغيرة جدا، لذلك لا تستطيع حمل متفجرات ذات وزن كبير، فحتى لو وصلت إلى هدفها لا سمح الله فإن تأثيرها قليل، والحوثي كلما اشتد عليه الخناق أرسل مثل هذه الطائرات. فاليوم الحوثي يفقد عدة جبهات غرب محافظة صعدة كبيت حشران، معتقل عتم والعريشة، ومواقع أخرى في مديرية رازح، مع السيطرة النارية أيضا من قبل الجيش الوطني مدعوما بالتحالف على مواقع الحوثي في آل زاهر وآل شرطة والوحدة الصحية أيضا في صعدة. تلقي الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب فقدانها مواقع استراتيجية. هذا الضغط القوي على الحوثي في أكثر من 8 محاور قتالية في معقلة محافظة صعدة هو ما يدعوه إلى إرسال هذه الطائرات لمحاولة الفكاك من الضغط. طبعا هناك دور رئيس تلعبه إيران، وهو دور غير أخلاقي بتوفير وتقديم الأسلحة والذخيرة والتدريب العسكري مباشرة أو عن طريق عناصر حزب الله الإرهابي، وتقديم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وقدرات صواريخ باليستية بشكل غير قانوني لميليشيا الحوثي. إيران تعتقد أنها بتحريك الحوثي لتهديد الملاحة واستهداف مضخات النفط ستتسبب في رفع أسعار النفط، وسينجم عنها أزمة اقتصادية كبيرة للعالم وتهدد موارد دول الخليج. لذلك تأمل أن تدفع واشنطن وحلفائها إلى التراجع عن العقوبات أو التفاوض معها بشكل أفضل، وهذا ما لن يحدث، وسيضطرون إلى تقديم تنازلات أو الانهيار بالتالي. طبعا الإدانة من قبل الدول أو من قبل العالم شيء جيد، لكن هناك ما هو أكبر من الإدانة. طبعا نتذكر المندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي بعد استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أطلعت أعضاء مجلس الأمن على السلاح المستخدم وصناعته الإيرانية. هذا يقودني أيضا إلى الحديث عن نقطة أخرى إن سمحت لي، وهي موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير الحاسم مع الحوثي. مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن التقى وفد الحوثيين في مسقط برئاسة محمد عبد السلام يتناقش معهم حول سبل الدفع باتفاق الحديدة. طبعا هنا المقصود هو اتفاق ستوكهولم الذي أبرم مع الحوثيين قبل عام بعد أن وصلت قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى شوارع الحديدة، وباتت الميليشيا تختبئ في الحاويات هربا من الموت. هذا الاتفاق يعطلها اليوم الحوثي، وما زال يضع العراقيل أمام استئناف عمل اللجنة الثلاثية للرقابة على تنفيذ الاتفاق. فمثلا اجتماع اللجنة الذي كان مقرر منتصف الأسبوع هذا الأسبوع بحضور ممثل الحكومة والانقلابيين تعثر بسبب عراقيل وتعنت ممثل الحوثي. بل إن الاجتماع القادم المفترض أن يكون في مناطق سيطرة الشرعية بعد أن كانت الاجتماعات الأربع الأولى للجنة في مناطق سيطرة الحوثي، ولكن لرفض الحوثي ذلك أخذ يبحث رئيس اللجنة الجنرال لوليس كارد عن بدائل تناسب الحوثيين، فطلب عقد لقاء مشترك في ميناء الحديدة على متن السفينة استأجرتها الأمم المتحدة. هذا التعنت يشير إلى عدم جدية الحوثيين، ولذلك لابد من الأمم المتحدة أن تعرض على مجلس الأمن من هو الطرف المعطل لكل العملية السلمية في اليمن، والاتفاقية ستوكهولم التي سيبقيها تعنت الحوثي حبرا على ورق، وانتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 ومنها استهداف البارحة لميناء جيزان وقبلها مطار أبها وقبلها أعيان مدنية في السعودية. هذه امدادات ما تزال تصل إلى الحوثي من إيران، المكان معروف وهو ميناء الحديدة. نعم، إذن المحلل السياسي الدكتور غنام المريخي، شكرا جزيلا لك.